ساهريه في دورتها 18 باش يقع تنظيم الحفل الاختتامي ان شاء الله يوم الجمعه هذايا بمقر الاتحاد الوطني للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه انطلاقا من الساعه 7:30 مساء. هذه بالنسبه للخمسه، هو الحفل يتمثل خاصه حفل الخمسه هذه الذهبيه يتمثل في ديفيلي دو مود، يعني عرض ازياء للمختارات اللي اتفقت عليها لجنه التحكيم من ضمن المجموعات اللي تم تقديمها من قبل مصممي الازياء والحرفيين. الخمسه الذهبيه هي كل تظاهره ينظمها الديوان كل سنه، يعني للتعريف باللبس التقليدي باللباس التقليدي لتطويره لمزيد ملائمته لادخال عنصر الابتكار لتحسين الجوده، يعني فما عنده عديد من الاهداف. هي تبدا المسابقه هذه بطبيعه باختيار كما قلت قبيله باختيار لو تيم، يعني شنو موضوع الدوره موضوع المسابقه، ولجنة التحكيم اللي هي تتكون من حرفيين ومن أهل الاختصاص ومن خبراء هي اللي تحدد موضوع الخمسة شنو معناها الدورة هذه السنة. معناها هي خاصة بالنسبة لللباس اليومي، أما خاطر لباس يومي ولباس السهرة نساء ورجال، لباس اليومي هي الجبة بالنسبة خاصة القفطان بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال المنتان والفرملة هي بالنسبة للرجال. بالنسبة للسهرة هي لودغابي، يعني لودغابي هو أصعب شوية، يعني يعني وهذاك علاش كان عمل نتاع لجنة التحكيم كان صعيب شوية، لأنه كان مفروض أنه تنقلوا في جميع الجهات، يعني تنقلوا على مستوى الولايات الكل باش أطروا المنخرطين في المسابقة هذه باش يفسروا لهم شنو الموضوع، شنو براس الشروط، شنو مستلزمات باش ينخرطوا في المسابقة هذه. وهذاك اللي من بعد العملية هذه بطبيعة قدموا المنتوجات نتاعهم وقع عرضها على لجنة التحكيم اللي هي بطبيعة في الأخر خذت قرارات فيما يخص بطبيعة شنو اللي يدخلوا للبوديوم واللي هما ممكن يلزمهم ان شاء الله نعطيهم فرصة أخرى.